مع المستجدات المتعلقة بهذا الفيروس كورونا فيروس. بغيت نقول اولا اننا نتمن عاليا توجيهات ديال صاحب الجلالة حفظه الله مبكرا للحكومة من اجل التصدي لهذا الفيروس، وكما تتبعتم عطى التوجيهات الملكية السامية من اجل اعادة المواطنين المغاربة اللي كيدرسوا بالصين والمواكبة والمصاحبة ديال هاد الاخوة، وطبعا المواكبة اليومية. وحنا كنثقوا في المؤسسات ديالنا، كنثقوا في طبعا في التوجيهات ديال المؤسسات ديالنا. لحد الان هناك تفادي لإقامة مظاهرات كبيرة اللي كتفوق واحد العدد، اللي يمكن لا تشكل يعني خطر، واللي بعض المرات كيشاركوا فيها أجانب يمكن لا تشكل خطر، ويمكن لا يعني توسع من هذا الوباء. لحد الآن بالنسبة للبرنامج ديالنا اللي هو يعني كما قلت بين 400 600 داخل واحد الدائرة في واحد المدينة، يعني لحد الآن ما كانش شي توجيه معين من طرف وزارة الداخلية، ولكن سوف وزارة الصحة أيضا، ولكن طبعا سوف نمتثل لكل هذه التوجيهات، لأن اللي كيهمنا كما كيهم المغاربة كلهم كما كيهم سيدنا الله ينصره هو الصحة ديال المواطنين والتصدي لهذا الوباء. ونطلبوا على الله الصحة والسلامة، ونطلبوا على الله أنه يحد الباس في هذا الموضوع. فاحنا غادي نواصلوا كما قلت العمل، ولكن إلا كان شي توجيه معين باش نأجلوا، راه انا اللي كيهمنا ماشي هو هاد اللقاءات، انه اللي كيهمنا هو كما قلت التصدي لهذا الوباء.